يا كل كلي وأهلي عند انقطاعي وذلي. بونجور، واضح أنا نينا عبد الملك، فنانة لبنانية. ما نكون كتير منتبهين شو منحكي وشو منحط وأي صورة عم يعني we're portraying on the social media، كرمال نحنا بشكل أو آخر كمان عم نساهم بتربية هالأجيال وهول الشباب، لأنه أفكارهم تنبنى على أساس اللي بيشوفوه بحياتهم، على اللي بيسمعوا، على اللي بيتعلموا من غيرهم. بيني وبينك ليل وسرار، ذكرى مجروحة منسية. بدي أقول للشباب ما تخاف من أي شيء، إذا عندك حلم، إذا عندك طموح، إذا عندك أي شيء هدف له، المهم يكون كمان إيجابي. مين ما قال لك لا، مين ما وقف بوجهك، قد ما كانت صعوبات عم تضلها تعرك لك هذا الحلم أو الهدف، ما توقف. بي open minded على كل الأوبشنز بالحياة، ما تكون محدود، وإن شاء الله بيكون مستقبلك باهر ولامع.